دكتور عصام، يعني في البداية بلومبرج بتكلم عن النظام يريد إجراء انتخابات قبل نهاية السنة دي على أن يتم فتح باب الترشح الشهر القادم، يعني بعد أيام. في تقديرك إيه هو سر استعجال الانتخابات اللي كان مقرر لها إبريل؟ هل بيقطع السيسي الطريق على القوى السياسية أنها تجهز مرشح توافقي يقف قدام السيسي زي طنطاوي زي جمال مبارك؟ هل يعني في رأيك ما هو السر في الاستعجال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية لحضرتك ولضيفك الكريم، والتحية لكل المشاهدين. هو بطبيعة الحال يعني السؤال الرئيسي مرتبط بفكرة الانتخابات في ذاتها، وهل نحن بالفعل أمام بين قوسين عملية انتخابية يمكن أن تؤدي لتغيير في المشهد السياسي في مصر أم لا؟ وبناء على هذا السؤال، إجابة هذا السؤال، نقدر نقول هو بالفعل هل لديه مخاوف، بمعنى هل هناك تعددية سياسية، هل هناك رقابة قانونية، هل هناك رقابة حقوقية، هل هناك إعلام، هل هناك حرية حركة، حرية تنظيم، حرية اجتماع، حرية تظاهر. كل هذه الأمور هي التي تدفع أي مرشح أو أي مسؤول أو رأس نظام في أي دولة في العالم للتبكير بالانتخابات، أو إذا كانت هناك كوارث طبيعية مثل الزلازل أو أو الأعاصير أو غيرها تؤثر في الأوضاع المعيشية أو تؤثر في خريطة الدولة مثلا وقضاياها، كما حدث في مرحلة من المراحل في تركيا عندما تم تقديم الانتخابات في مايو الماضي. وبالتالي فكرة تقديم موعد الانتخابات من وجهة نظري هنا أن السيسي بالفعل يشعر بالقلق. السيسي بالفعل يريد أن يقطع الطريق على أي مؤثر، لا أقول أنه يمكن أن ينال من سلطته أو ينال من الكرسي، ولكن يهز هذه الصورة بدرجة كبيرة ويشكل بداية أو يكون بداية لتشكيل تيار معارض قوي، لأنه حتى يعني في ظل حالة السيطرة الأمنية الكاملة على مؤسسات الدولة، فهناك حالة من التوتر الحقيقي داخل الدولة، هناك حالة من الانفجار الحقيقي داخل الدولة، الانفجار كامل طبعاً، وهناك أيضا حالة من الغليان على مستوى الشارع وعلى مستوى الكثير من النخب السياسية. والمؤشرات هذا العام تختلف جذريا عن الحالة في مصر في 2018 وعن الحالة في مصر في 2014، بمعنى أن السيسي كما حضرتك أشرت في المقدمة لن ينجح في تصعيد أو في المجيء بحمدين صباحي آخر أو بموسى مصطفى موسى آخر. الوضع الآن مختلف، الحالة السياسية في مصر الآن مختلفة، الحالة الاقتصادية في مصر أكثر كارثية، الحالة أيضا الإقليمية فيها مجموع فيها درجة من درجات التوتر في علاقات السيسي الخارجية. كل هذه المخاوف من وجهة نظري ترفع السيسي إلى التأجيل، إلى التبكير بفكرة إجراء بين قوسين الانتخابات المزمعة في ديسمبر القادم، لأنه حتى الآن رسميا لم يتم الإعلان عن ترشيحات السيسي نفسه، لم يعلن عن ترشحه يعني، وهذا يعني ليس مؤشرا مهما، ولكن في الأخير هو نفسه لم يعلن. الوحيد الذي أعلن بشكل مباشر أو هو أحمد طنطاوي ثم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة. كل ما ذكر غير ذلك هي مجرد اجتهادات من وجهة نظري. الحديث عن حجازي وتصريحات عماد، طيب هنجيلها حجازي للدكتور عصام.